يتنفذ التماس عند مروان زمان ما في اتجاه اللاعب موديبا مايغا او موديبو مايغا عند اللاعب بوشعيب المباركي. وهدف تعادل، هدف تعادل لفائدة فريق الرجاء. هدف جميل هذا هو الواقع، هدف جميل لفائدة فريق الرجاء بواسطة لاعب موديبا او موديبو مايغا يوقع الهدف بطريقة جميلة جدا. هدف تعادل لفريق الرجاء بحث عليه كثير بالفعل، لانه غتكون هذه اول فرصة اللي كيوصل فريق الرجاء الجولة الثانية لمربع فريق الرجاء وتعطي هدف. ونظن انه هذا الهدف كيجي من ناحية التركيز ديال اللاعبين ديال الوداد اللي ما كانوا شيء مركزين بما فيه الكفاية، لانه الكرة كتجي بطريقة اللي هي جميلة واللي كتعطي مثلا لهذا اللاعب اللي هو مايغا اللي كان ابان على منذ بداية المقابلة كما ذكرنا على انه هو يعد الاداء ديال فريق الوداد. تماس لفائدة فريق الوداد البيضاوي اللي غيتمم اللقاء بعشرة عناصر. انتعاش للجمهور الرجاء بعد تسجيل الهدف وبعد طرد لاعب بوشوي.